بهؤلاء الشباب المبدعين بهذا الإبداع في كل قميص الفريق الوطني لسيد الوالي. تنمنا فرصة نهاية السنة وفرصة قدوم اللاعب التتراوي اللي يلعب مع الفريق الوطني للمحليين، وزغبة اللي ما جاش اليوم. كرمنا تتراوي ياسين بحضور والديه وإحنا فرحانين. تم اليوم تكريم اللاعبين السيد رطاوي ياسين والسيد زغبة مصطفى من خلال عائلة تاعو، هو شرف للولاية كاملة وللوطن، وإن شاء الله تتويجات أخرى. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى حظيت بتكريم طرف ولي ولاية المسيلة. نشكره ونحييه على المبادرة هذه، نشكر جميع اللي قاموا بهذا التكريم اللي تخليك تحس أنه كان هناك اهتمام لأبناء هذه الولاية. الحق ما حضرش تكريم تاع رئاسة الجمهورية وما حضرش اليوم تكريم تاع السلطات المحلية لولاية المسيلة، ولكنها لفتة طيبة في حق الشباب خاصة الذي قدم يعني قيمة مضافة لهذه الولاية.